هبه ولدت مرت اشرف حكيمي. مبروك على اشرف حكيمي الدولي المغربي. تزاد يعني العجيب في الامر هو انه ما قالوش الجنس ديالو وتزاد وليد. وليد قالوا قالوا لم يا اخي الا ما قالوا الشتره قالوا لم. انا قالت هيبه. قالت هيبه. اه انت متبعه هيبه؟ انا متبعه هيبه وانا متبع عشرة. كل شنو متبع صحيح. فالدولي المغربي اشرف حكيمي رزق بمولوده الاول من الممثله الاسبانيه من اصول ليبيا هيبه البارح في المستشفى الدولي روبير في مدريد. فمصادر اعلاميه اسبانيه لم تكشف بعد الا ان مصادر وطنيه وبالضبط في المغرب وبالضبط في ميد راديو لمياء البكري في قهوه الصباح قالت وليد. وسبق لها انها تكلمات هبه وقالت انه غيحمل اسم عربي شائع بين الاسبان. شنو هذا الاسم العربي في نظركم اللي هو شائع بين الاسبان؟ وليد ولا بنيه؟ في الحقيقه تقدر تكون بنيه. ما بغيتش مزيان حتى اذا قالت لها كونتريشن بيرفينو على بيتيت ميرفي. لا بيتيت ميرفي يعني عندها الخبار غتكون بنيته. تقدر تكون بنيته. اش كاين تما شنو الزرق ولا البيض ولا ولا لا كان غير الخضر اللبسه ديال لا كلينيك باقي ما كاين والو. ايوا فالمهم من بين الاسماء اللي غيتسمى بها هذا المولود ولا المولوده اسم عربي شائع في اسبانيا اللي كيهمنا انه كنباركوا لاشرف حكيمي مبروك ما تزاد عنده والله يكمل عليهم بخير يا رب. امين يا رب العالمين. مبروك على هبه واشرف. ميد راديو. ميد راديو.